كاميراتنا النهارده في صباح الخير نزلت الشارع. كان عندنا طبعا سؤال الحلقه بتاعنا، انت مين وسط اصحابك؟ فالكاميرا نزلت وسالت الشباب سؤال حلقتنا النهارده، كل واحد في شلته انت مين في الشله بتاعتك؟ فتعالوا نتعرف على اراء الشباب. بتزدهر الحياه بوجود الاصدقاء، ومع الوقت بيصبح الصديق زي الاخ. فالصداقه من اعظم النعم اللي بتعطي طاقه ايجابيه لكل انسان، وبتشارك الاصدقاء في تفاصيل يوميه رغم اختلاف اتجاهاتهم وصفاتهم. في كل شله بيبقى فيه واحد متخصص في حاجه، في اللي متخصص في الخروجات، متخصص في الفسح، متخصص في الاماكن الاكل، في اللي متخصص في انه يبوظ الخروجات. في الجروب بتاعك احكي لنا كده مين متخصص فيه، وانت كمان ممكن تبقى متخصص فيه. لا احنا عندنا الجروب يعني بقى متخصصين في كل حاجه، يعني انا مثلا ممكن اكون متخصص في معلومات شويه فبرخم عليهم، فاهم يعني دم تقيل. انا الشخص اللي هو بتاع طب ظبطوا وكلموني، فاهم؟ يجوا يكلموني لا موبايل مقفول. الكسل ومفيش، مش كسل، فاهم؟ انا نمت اصلا. ما يا جدعان يلا هننزل الساعه 8، لا هننزل 12، فاهم؟ ف 12 دي انا باكل رز بلبن مع الملايكه. شلتي فان شويه زياده عن اللزوم، دمهم خفيف يعني، ومعظم يعني الشباب في الشعب المصري يعني، او الشعب المصري كده. احنا شله 5 من ابتدائي لحد الان. ما احنا لما بنيجي نخرج واحد فينا بيقرر، هو يوسف بيبدا اول واحد، بعد كده ايه ساعد ما نيجي نخرج نفس اليوم بنقرر بقى احنا نروح فين. ما بنلاقيش حتت نخرج فيها يعني، خلاص احنا خرجنا في كذا مكان فمش لاقيين مكان جديد، فبتبوظ ساعات على اطول اسباب. قائدة الشلة أنا سودا، اللي هي الفاشينيستا بتاعتنا ودينا، الذكية بتاعتنا نجاة. مثلا أنا اللي ببقى بجهز الحوار كله. عندنا بقى واحد صاحبي اسمه ياسين، هو ده المسؤول عن التبويظ بقى، هو اللي بيبوظ كل حاجة. عندنا برضو واحد صاحبي اسمه مصطفى، هو المسؤول عن التنقلات يعني، ان احنا العربيات وكده. سماح دي يعني اي حد يعني لو في مشكله اكتر حد تجري عليه يعني. حللت العقد دي؟ لا، ان هي تسد. في امل جدع، في زينب بقى دي الجراءه. الشله بتاعتي امل الحسيني، متخصصه جدا ان هي في الفسح والخروجات والمطاعم والحاجات اللي زي كده. عندي صاحبتي برضو نيفين، متخصصه جدا في الميك اب والشياكه، وليا صاحبتي تانية متخصصه جدا في الاكل ممتازه، ودي اسمها سماح. وليا صديقه تانية بقى يعني فظيعه في النكد، لو انت خرجت معاها تبقى مش قادر. دي اللي بتبوظ الفسح، بتبوظ اي حاجه يعني، اي حاجه حلوه احنا ماشيين زي الفل، احنا ما فيش اي حاجه وهي يعني نكد. معانا زينب فعلا بتبقى ماشيه معانا، قائد بتاعنا، معانا نيفين برضو الحنيه كلها، معانا امل برضو بتعرفنا الطريق واحنا ماشيين. فكل واحد المشكله في حاجه واحده، ان لازم الاصحاب يكملوا بعض، احنا بنكمل بعضينا يعني. لو في حاجه ناقصه من حد اهم حاجه ان صاحبي ده يكملني الموضوع بتاعي، مش ان احنا صداقه وخلاص. والاهم حاجه من ده كله ان احنا نكون بنحب بعض بجد.